عايز اتكلم فيها، سيبكم يا جماعه من الناس الحقوده اللي يطلع. انا تابعت وانا هناك بعض، قال لما الاهلي خسر من بايرن ودي نتيجه منطقيه، خسرانين 2-0 في الوقت اللي برشلونه بتخسر فيه بالثمانيه، وفرق كتير في اوروبا بتخسر بالسته والسبعه من نفس الفريق اللي هو افضل جيل لبايرن دلوقتي. فانا تابعت، لو كان مش عارف مين بيلعب مكان الاهلي كان عمل ايه؟ يا عم طب اوصل الاول، اوصل الاول، مع كامل احترامي لاي كيان والله العظيم بنحبهم ونحترم اي كيان بجمهور، لكن النقطه في ايه؟ النقطه ان انت حتى لما الاهلي بيخسر من بايرن بتحاول تخلق مشاكل وازمات في الاهلي وفرقته، اصل محمد شريف ما بيلعبش، اصل مش عارف مين ما بيلعبش، ايا كان مين كان التشكيل، الناس دي مقاوماتهم عاليه جدا. فسيبكوا يا جماعه، جمهور الاهلي عنده قدر كافي من الوعي، سيبكوا من الحقد. الناس اللي بتحقد علينا دي ناس بتحقد عشان الاهلي ناجح، وطول ما انت ناجح هتلاقي ناس كتير جدا بتحقد عليك، وهتلاقي ناس كتير جدا بتحاول توقعك، وكل لما الناس تحاول توقعك انت هتعلى باذن الله تعالى، ودي قاعده مهمه.